124 هو عدد المشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم ملا يعقوب همت أزيد من 34 ألف مستفيد. هذه المعطيات قدمت بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 13 لإطلاق المبادرة، والمشاريع المنجزة بالإقليم خصصت لها اعتمادات مالية تقدر بأزيد من 104 ملايين درهم، ساهم في تمويلها صندوق المبادرة بما يفوق 85 مليون درهم. هذا اليوم الاحتفالي عنده واحد الدلالة وواحد الرمزية لكونه كيشكل دائما واحد تذكير بواحد الانطلاقة اللي كانت واحد الثورة، شكلت واحد الثورة هادئة بالنسبة للميدان الاجتماعي والاقتصادي، واللي عطى الانطلاقة ديالو سيدنا الله ينصره، واللي كيهدف من وراءه الرفع من معنويات والاهتمام بالعنصر البشري اللي هو في صلب اهتمامات التنمية البشرية وفي صلب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذه المشاريع التنموية توزعت بين الأنشطة المديرة للدخل 115 مشروعاً، وقطاع التعليم 65 مشروعاً، وقطاعي الرياضة والمراكز الاجتماعية 22 مشروعاً لكل واحد منهما. هذه الاحتفالية التي حضرها عامل إقليم ملا يعقوب وعدد من ممثلي المصالح الخارجية والمنتخبين تميزت بتنظيم أنشطة رياضية وثقافية لفائدة المستفيدين من المركز الاجتماعي للقرب الحضري رأس المال.